يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يوم جديد النهارده، ان شاء الله اليوم النهارده هيكون حلو قوي. اسمحوا لي بس هاخد من وقتكم دقيقتين، عايز اتكلم معاكم شويه. انا النهارده الفرحه الحمد لله مش سيعاني، عشان النهارده احنا بنعمل اهم خطوه ممكن تمشي في مشوار جوازي انا ونهال ان شاء الله. النهارده يوم مش عادي، والنهارده يوم هيفضل متخلد ذكرى في حياتنا ان شاء الله، هنفضل نعيش ونفتكرها طول الحياه. انا حابب اقول شكرا لكل حد بيدعمنا، وشكرا لكل كلمه حلوه احنا بنسمعها وبتشجعنا. الفتره اللي فاتت كانت صعبه قوي عليا انا وخطيبتي، عشان خاطر احنا كنا متفقين ان احنا هنعمل كل حاجه في بيتنا مع بعض، وكل حاجه هنجيبها من اصغر حاجه لاكبر حاجه احنا هنعملها مع بعض. الحمد لله الفتره اللي فاتت خلاص خلصت، لان هي كانت فتره على قد ما كانت صعبه بس هي كانت حلوه قوي. لو هيعيد بيها الزمن تاني برضه هختار ان هي تكون فتره صعبه، لانها كانت فعلا حلوه. فدي الجزئيه الاولى. النهارده احنا ان شاء الله رايح علشان خاطر هنروح هاخد خطيبتي من البيت، وهنبتدي ان احنا نروح نحجز القاعه اللي احنا هنعمل فيها فرحنا ان شاء الله، وهنجيب كمان البدل والفساتين والحاجات اللي احنا دي كلها، عشان خاطر خلاص مفيش وقت، والوقت اللي احنا خلاص هنتجمع فيه في بيت واحد. انا عايز اقول لك الكلام ده انا هقوله لخطيبتي، وهقوله لاهلها، وهقوله لاهلي، وهبتدي باهلي انا الاول، ان انا بقول لكم شكرا على كل الدعم اللي انتم بتقدموه ليا. انا بجد بحبكم قوي، عشان انا من غيركم انا ولا حاجه. ربنا يخليكم ليا، وافضل دايما احاول ارد لكم ولو 1% من الافضل ليكم عليا. فانا مبسوط بوجودي في حياتكم ووجودكم في حياتي يا رب، فيا رب دايما مكملين على نفس النمط ده، عشان انا فعلا مبسوط. وبالنسبه لخطيبتي انا عايز اقول لك ان انا بحبك قوي، ومبسوط باللحظه دي، وانا عارف ان انت كمان طايره من السعاده. ربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى كلها سعاده وكلها فرح. ووعد مني ليكي، وربنا شاهد عليا، ان انا هحاول اعمل المستحيل على قد ما اقدر ان انا ما ازعلكيش في يوم من الايام. ده بالنسبه لخطيبتي. يا عم ورانا مشاوري يا عم، خلص. كان بس في كلمتين كان لازم ان انا اقولهم، عشان هم طالعين من القلب وان شاء الله هيوصلوا للقلب. فربنا يكمل النهارده على خير، نروح نخلص الحاجات لايك دي. لايك واشتراك والكلام اللي انت عارفينه ده كله. انا دمعت، يلا. انا دمعت. بص، هو اليوم لا مش عارف، بس هو اليوم حلو والله، وانا مبسوط. كلمتين كان لازم اقولهم. احنا الحمد لله كل حاجه نقدر نقول ان هي خلصت، البيت بيتفرش، قربنا نخلصه خالص، مش فاضل حاجه غير ان احنا نجيب الفساتين والبدل، وخلاص كاتب الكتاب قريب قوي ان شاء الله، والفرح بعد منه كل حاجه. اركب العربيه، يا الله اركب العربيه. محمد مستعجل، محمد مستعجل. هو اصلا محمد مش مكمل معايا طبعا، محمد هيرجع عشان خاطر هو عنده مصالح تانية هيعملها، وهيسيبني انا طول اليوم لوحدي خالص. فمش مشكله، الله يعينه ويعيني كمان. انا دعواتكم معانا كده، هحاول ان انا النهارده انقل لكم كل حاجه احنا ممكن نكون بنعملها، لان احنا هنكون مبسوطين قوي قوي قوي. انا عايز اقول لكم ان احنا من ساعه ما حددنا ان احنا النهارده هنروح نحجز القاعه ونجيب الفساتين والبدل والكلام ده كله، احنا مش عارفين ننام من الفرحة، مش عارفين ننام الا واحنا بنفكر احنا هنعمل فين، هنعمل فين فرحنا، هنلبس ايه يوم الفرح، الفرح هيمشي الستايل بتاعه عامل ازاي، الحاجات دي كلها. فالنهارده احنا هنحدد كل ده ان شاء الله. صباح العسل. صباح الفل. صباح القشطه. صباح العسل. صباح البلد. صباح الورد. كل ده هيتقطع براحتك انت، بعملي تمام كده يعني خلاص. يلا مظبوط مظبوط. صباح الخير، يا رب يومكم يبقى حلو وكله فرح وسعاده كده زي ما احنا مبسوطين. النهارده يوم مهم قوي قوي في حياتنا، ومميز وجميل بكل تفاصيله. انا قلت كل الكلام ده الصبح. انت قلت انا اقوله تاني. طبعا انا وحسن دلوقتي هو بيتحداني ان انا مش عارف اصور، وان انا مش عارف امسك الكاميرا وكل الكلام ده. طبعا هو الموضوع صعب اصلا، عشان دي اول مره في حياتي. بص انا هقول لكم على حاجه، انا اول ما اخدتها فقلت لها ايه، بص احنا هنصور النهارده كل حاجه هنكون بنعملها، علشان الفيديو ده يبقى في حياتنا كده، نقعد بنتفرج عليه ونفرجه لاولادنا. بص يا اولاد، مثلا يوم ما كنا نحجز القاعه لفرحنا، ولما كنا بنجيب الفساتين بتاعت مامتكم، ذكرى حلوه في حياتنا يعني. فالمهم لقيتها بتقول لي ايه، خلاص وانا اللي هصور. فقلت لها هتعرفي الفيديو مش هيبقى حلو، مش هيعجب الناس. مش هتعرفي. قلت له لا انا هتحداك. الفيديو ده برعايه الاستاذه نهال، هي اللي هتعمل كل حاجه، وهي اللي هتمشي الفيديو كله، هي عليها تصور وانا عليا اتصور. خلاص انت اعملي اللي انت عايزاه، وانت وشطارتك بقى. وكده كده الناس بتتكلم ما بيسيبوش حد، يعني لو حلو هقول لك حلو، وحش هيقولوا له وحش. لا هم هيقولوا حلو وهيعجبهم تصويري، وبعد كده هيقولوا لك خلي نهال تصور يا حسن. يا جدع. بالزبط. لا انت خلي بالك، ده جمهوري. هما هيحبوني بقى. ده جمهور انا وبيحبوني انا. هما هيحبوني بعد كده. لا يا خلاص ماما. انت بقى. ده انت لسه كده عليهم، ده انت لسه بنت امبارح بالنسبه لهم. هيحبوني برضه. ما تتدخلش بينا انت بس. ودي حاجه تفرحني، ولما الدنيا كلها تكون بتحبك دي حاجه تبسطني، وانت مخليني في غايه السعاده، غايه السعاده. انتوا شجعوها، لان دي حاجه تبسطني اصلا، وانا عايز ده فعلا.
انا عايزكم تشجعوها عشان بعد كده ان شاء الله نعرف نعمل لكم فيديوهات حلوه. انا في ناس كتير بتقول لي اعملي مقلب في حسن، فانت قولوا لي بقى ايه المقلب اللي انتوا عايزينه وانا هعمل فيه وهجرب. حرام عليك، ده كتير. ده احنا رايحين نجيب البدله والفستان، ده احنا رايحين نحجز القاعه، ده احنا رايحين نحدد ميعاد الفرح، ده احنا كلها كام يوم هنكتب الكتاب. يعني يرضيك جمهورك يبقى عايزني اعمل فيك مقلب وانا ما اعملهوش؟ محدش هيسلطك عليا ازاي يعني؟ لا ده في ناس كتير بتدخل تكلمني وتقول لي اعملي مقلب في حسن، وفي الكومنتات كتير قوي بيقولوا لي اعملي مقلب في حسن، يعني جمهورك بيموت فيه. بس انت مش هتبقى قد المقلب بتاعتي والله. لا ده غدار، ده انا بخاف منه والله، بيعمل فيا اعمال سودا اصلا من ورا الكاميرا. انا رجعت في كلامي جبانه، انا رجعت في كلامي خلاص. بضحك عليه بضحك عليه، بس محدش يروح يقول يا جدع. خلاص حجزنا القاعه الحمد لله، اول حاجه خلصت، خلصنا من القاعه اول حاجه، وحددنا يوم الفرح، وحددنا كمان ميعاد كاتب الكتاب. خليهم بقى يتوقعوا يوم الفرح هيبقى يوم ايه، لان احنا ان شاء الله كاتب الكتاب بتاعنا برضو هيبقى في قاعه، هيبقى فرح وهيبقى حاجه بوم. مش هنعمل حاجه جامده قوي قوي قوي، مش هنعمل كاتب كتاب تقليدي ان شاء الله، انا وهي ناويين على كده. فان شاء الله احنا كده عندنا فرحتين وحددنا الميعاد بتاعهم، بس طبعا مش ينفع اقول عشان اليوم ده ما يبوظش مننا. هم المفروض ينزلوا في الكومنتات ويتوقعوا الايام هتبقى ايه. هختار 20 واحد من اللي يتوقعوا الفرح ممكن يكون امتى، وكاتب الكتاب يكون امتى، وابعت لهم انفيتيشن عشان يحضروا الفرح. وانتم مجهودكم بقى اللي هيتوقع اليوم صح 20 واحد هنختار. يلا بينا بقى. هنروح بقى ندخل في الموضوع التاني عشان الفساتين دي هتاخد مننا وقت. احنا هنجيب كام فستان؟ 3 فساتين. احنا بينا على بوم نعمله ان شاء الله. يلا بينا عسل. يلا بينا. خلاص فضلتك. مبسوطه جدا بجد، يوم مميز ومهم جدا جدا وحلو قوي 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 بكل تفاصيله. انا نفسي واتمنى ان يعني جمهوريتنا كلها تحضر، بس طبعا مش هنقدر، مفيش قاعه في مصر تستحمل الاعداد دي كلها. فاحنا هنختار 20 واحد، ده اللي احنا هنقدر نعمله، هنختار 20 واحد عشان خاطر يحضروا الفرح بتاعنا ونبعت لهم انفيتيشن. فاضل ايام قليله، يلا مبسوط اهم حاجه جدا جدا. خلاص جدا خلاص احنا كده عرفنا فرحنا هيكون امتى، وخلاص مش فاضل غير تك صغيره ونبقى مع بعض. قد كده توقعوا بقى، توقعوا التكه دي هتبقى يوم كام؟ 20 واحد هنبعت له الانفيتيشن ده. واحنا برضو في حاجه، احنا عايزين الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، احنا لسه ما عملناش منديل كاتب الكتاب، البوكس بيبقى بوكس صح؟ البوكس المنديل والبصمه، وبيبقى فيه تقريبا الحاجات دي كلها. انا عايزكم توصلوني ببيدج تكون عاليه قوي تعمل لنا احسن حاجه، فانتوا توصلونا بحد عشان احنا فعلا محتاسين في الموضوع ده ومش عايزين نعمل اي حاجه. احنا قدامنا ناس كتير قوي، بس احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين نعمل حاجه تبقى مميزه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه هي؟ مش فاكر، وكان في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي كانت ناقصه. لما نفتكر نبقى نقول في الفيديو. خلاص يبقى احنا هنفتكر نقول في الفيديو. احنا لسه هنشوف الفستان القاعه بتاعتنا جميله قوي، بس مش هوريها لكم عشان ما احرقهاش، مش هحرق القاعه عشان ايه، تبقوا مستنيين الفيديو اللي هينزل لنا يوم الفرح. احنا كل ما ندخل القاعه نبص نلاقي السويت بتاع العروسه غير السويت بتاع العريس. العريس بيتكروت هنا يا حبيبي، الاثنين زي بعض ما اتكروتش، عشان دي كده، عشان دي القاعه الوحيده. اقول لكم انا بقى القاعه الوحيده دي ليه اللي عجبته، عشان دخل هنا السويت لقيت في سرير بتاع العروسه زي بتاع ما فيش سرير اصلا. انت لا في سرير هنا؟ لا ما فيش. لا في والله ما فيش. لا في لا ما فيش. اطلع اوريك تاني. اطلع وريني. ايوه في سرير والله ما فيش. امال احنا هنقعد على ايه؟ ما فيش سرير خالص. لا في سرير يا حبيبي، في دواليب، ما فيش سرير. ما علينا، هي دي الوحيده اللي عجبته عشان ما فيهاش سرير، عشان كل ما نروح ندخل سويت في سرير في اوضتي انا، ما فيش سرير في اوضته، فعشان كده دي الوحيده اللي عجبته. بس هو دماغه ساحت من كتر القاعات اللي احنا شفناها. ما علينا، المهم ان احنا خلاص احنا حجزنا وحددنا فرحنا وعرفنا الفرح هيبقى يوم كام، وكمان حددنا معاك كاتب الكتاب. توقعوا بقى. احنا جبنا الدريسات، جبنا 3 دريسات، ودلوقتي رايحين عشان خاطر بنظبط المقاسات. فاضل البدل والطرحه والشوز والاكسسوري وكل حاجه. لسه الموضوع طويل. ايه رايك يا عروسه؟ تحفه. كله تمام؟ حضرتك انا عايز اقول لكم هبقى عروسه قمر. ما شاء الله مرزقه جدا جدا، مرزقه جدا جدا ما شاء الله، خدت احلى حاجه والمقاسات كلها حلوه وكانت زي القمر وهي لابسه الفستان. ما شاء الله. على فكره انا ما دخلتش غير محل واحد ما عجبنيش فيه حاجه، تاني محل كل ما اقيس دريس يعجبني على طول، اللي هو مثلا ايه مش هشوف حاجه غيره. لا خلاص هو بتاعها، هو ده انا عايزاه. بس انا ما رضيتش اصور لكم بقى بصراحه، بيني وبينكم كده وسكه ودغري عشان تبقى مفاجاه، مش عايز احرقها. وانا هعمل كده كمان في البدل. ما شاء الله، ان شاء الله هتبقى احلى عروسه ممكن تكون اتزفت في مصر كلها. هنروح دلوقتي عشان ناخد المقاسات نظبطها بتاعت الدريسات كلها، وبعد كده نروح نشوف البدل بقى. عايز اقول لكم شويه دريسات، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، انا ما شفتهمش قبل كده على واحده، ما شاء الله. انا قلت بقى دلوقتي اوثق لكم اللحظه واقول لكم الاخبار اول باول، بما ان انا ده اول فيديو بصوره. احنا دلوقتي بقى خلصنا الفساتين الحمد لله. عملنا كام فستان؟ 3. ما احنا قلنا ده مره. لازم نقول كل مره.
عملنا 3 فستان وجبنا بقى الاكسسوارز والحاجات دي كلها الحمد لله كله خلصت كل حاجه، فاضل بس الكوتشيات عشان انا هلبس كوتشيات مش هلبس هيلز، وفاضل بقى الباشا اللي لسه ما جابش حتى شراب. انا ما جبتش الشراب لسه، ناقص لي 3 بدل هجيبهم، وطبعا الشوزات بتاعتهم والاكسسوار وكل حاجه، مفيش ولا اي حاجه. ان شاء الله بقى نجيبهم. تفتكر هنلحق النهارده؟ ان شاء الله هنلحق ونخلص النهارده، وبرده هنقول لكم عملنا ايه. بقى لنا تقريبا 6-7 ساعات في نهال في الحاجه بتاعتها، 6-7 ساعات في الحاجه بتاعتها. انزلوا قولوا له في الكومنتات ان مفيش عروسه بتخلص الفساتين الفستان واحد بس في يوم، ما بالك بقى 3 فساتين في يوم. ما شاء الله، لا الحمد لله. قولوا له الكلام ده بقى. رفيتك كانت حلوه وكل حاجه مشيت بصراحه. الحمد لله. الساعه دلوقتي كام؟ داخله على 8 اهو، فاحنا معانا ساعتين، هنلحق نجيب فيهم حاجتي. بص هي دي بقى حظوظ بقى، انت لو رفتك حلوه انا هفتك مش حلوه دي حظوظ بقى، انت وحظك بقى، دي مش بتاعتي انا، دي ماليش دعوه. بص هو احنا عموما احنا وصلنا، والمكان اللي احنا فيه ده في كل حاجة، يعني اي حاجة تخص العريس يعني موجودة. ان شاء الله هنخلص برده وهنقول لكم احنا عملنا ايه. طبعا انا لازم اقول لكم كل حاجة عشان ده اول فيديو. 3 بدل، احنا هنلمس بدلة وفستان في كتب الكتاب، وبدلتين وفستانين في الفرح ان شاء الله. الاثنين مع بعض ان شاء الله. احنا بدأنا ندخل في المربع بتاع البدل اهو، الله اكبر، في شوية حاجات بنت لذيذة. دلوقتي بقى ايه، حسن بيقيس البدلة وانا بقى حبيت احرق لكم شكله قبل ما تشوفوه. بس ايه، عريس قمر. لا هو في لوكات كتير، وعبد الله شاطر، وهو عبد الله شاطر جدا، هو وعدني ان انا هبقى احسن عريس جه في جمهوريه مصر المنطقيه دي حقيقه. هو عريس قمر بصراحه، انا اول مره اشوف عريس حلو كده والله. حلو البنده يا اختي كميله. يا اختي كميله. اقفل الزرار. اقفل الزرار. اقفل ثانيه واحده بقى، ايه هجيب لك حاجه وجاي. ماشي. انا عايز اقول لكم ان عبد الله شاطر قوي، وهيعمل لي لوكات حلوه قوي، وهشوف الفرح مميز قوي ان شاء الله. ايه رايكم؟ قمر يا ناس، قمر يا ناس. عايزين نشوف اللوك الابيض بس لما تخلص. طبعا ده اللوك التاني بقى. انا بحب البدله البيضاء، ما لبستهاش في حياتي قبل كده، جربت الاسود وده. ايه ده؟ بس داري ابيض كمان. عريس قمر، عريس قمر يا ناس، يا ناس ايه الحلاوه دي؟ هنا بقى هنبدا نغير البيبيون، هنجيبه بيبيون جديد. احنا بنعمل بروفا لسه. بص انا عموما انا سايب له نفسي، ويوم الفرح هو اللي هيلبسني، وهنشوف هو هيخليني ابدا باني بدله الفرح، فكل حاجه هو اللي بيعملها. ثقه في اللي انا جاي. سيب الشط اب يور ماوس. ان شاء الله. لا هو عبد الله ما شاء الله هو شغل حلو. المره دي انا اول مره هكون بشتغل مع حد كان بيشتغل معاه قبل كده ووصلني ليه، فانا بالنسبه لي انا اول مره هكون بلبس من عنده. حبيبي وان شاء الله مش اخر مره حبيبي والله. فهو ما شاء الله شاطر عليه قوي، من كام حاجه كده كان بيعملها، فانا معجب بيه بصراحه. ايه رايك؟ تحفة، عريس قمر، كيوت خالص. ولسه طبعا البنطلون ده هنا هيتظبط، هيبقى على مقاسه جاست. هو عموما مفيش بدلة بتبقى جاية جاهزة، مفيش كده، لازم نقفلها طبعا. مفيش شغل، بس تسلم ايدك. عريس قمر. طب يلا بينا عشان عايزين ننجز وننزل. عايز ابخرك كمان، والاكسسوار. عايز ابخرك. في اكسسوري. عريس قمر والله كيوت خالص. يلاوي. انا عايزه اقول لكم بقى ان احنا الحمد لله كده خلاص خلصنا كل حاجه، فاضل حاجات بس بسيطه خالص. احنا تعبانين قوي، احنا اليوم كله بره خلاص، مش قادرين اصلا. الساعه دلوقتي داخله على 11 بالليل، واحنا مع بعض من الظهر. حصل والموضوع صعب، وطول اليوم احنا عمالين نلبس ونقلع ونقيس ونغير ونعمل صعب. ونعمل. انا عماله بقول له حسن صدق ان الجواز ده طلع صعب قوي، انا ما كنتش متخيله كده. بس احنا خلاص خلصنا، انا جبت الشوزات بتاعتي، مش ناقص لي بس غير الساعات اللي هلبسها وحاجات بقى هتبقى على البدل والكلام ده. لسه بقى انا في واد الشوزات بتاعتي، فاضل لك الشوزات بس. جبت الدريستات والاكسسوارز، وجبنا الروب اللي هيتلبس في الفرح وهي بتجهز كل حاجه، ولسه بقى فاضل حاجات بسيطه خالص يعني هنخلصها. انا عايز المهم ان انا جعانه قوي مش قادره. ما انا كنت لسه هقول، احنا كده كده احنا من الصبح احنا ما فطرناش اصلا، بس انا عندي حماتي عامله لنا حته اكله جامده، احنا بقى لنا تقريبا وإحنا اسبوعين. احنا اللي طالبينها خلاص بقى، انا عايزه البيت بسرعه عشان مش قادره اتنفس. اقول لهم عامله اكل ايه؟ لا مش هنقول، مش هنقول، نصور لكم ونوريكم. مش هنقول، احنا لما نروح هنوريكم وخلاص. بس هي عامله لنا اكله حلوه ونفسينا فيها، واحنا طالبينها جداً مخصوص جدا، نفسنا فيها قوي، هي معموله اصلا عشاننا. احنا خلاص داخلين على البيت، احنا نطلع بقى نقعد كده وناكل بقى عشان احنا واقعين اصلا. هموت وادخل الحمام بعد كده نقعد نتغدى او نفطر عشان ده فطار. ده اول ده لسه فطرنا اصلا، مش مستناه. مش صعب.
تسلم ايدك يا حماتي، تسلم ايدك يا ست الكل، ربنا يخليكي لنا يا رب. شكرا. ايه طعمه حلو قوي. الف انا لسه في رنج، لسه في رنج بس بتتقطع على البوتاجاز هنا. كله بيقولي ان انا غريبه عشان بحب اكل العدس مع الرنج، مش عارفه ايه الغرابه. لا هو الاكل ده اذواق، الاكل يعني ده قصدك تقول ان انا ذوقي معفن يعني بالشاكه. لا ما اقصدش، بس الاكل اذواق يعني. انا باكل الفطار ازاي بالنسبه لي؟ اشوفك بتمد ايدك على العدس. اقول لكم انا بقى باكل فطار ازاي. بيجيب ساندويتش، بيجيب يعني رغيف عيش اوكي، وبيعمل ايه بقى؟ بيحط حلاوه على لانشون، على جبنه، الجبنه الحادقه كمان، على اي حاجه، على جبنه تركي، على اي حاجه بيلاقيها قدامه بيجيبها وحاططها في الساندوتش. ايه رايك؟ يا لهوي الله اكبر. بص الرنجه، شايف الرنجه؟ طب يلا ناكل بقى عشان احنا نفسنا في الرنجه دي بقى لنا اسبوعين على فكره. طب ايه هنقف ناكل في المطبخ؟ انا كلت يا حسن. نقف ناكل في المطبخ هنا؟ انا بقول انت تقفل الفيديو عشان انت لو ما قفلتش الفيديو مش هتلاقي الاكل ده اصلا. يا ساتر يا رب هتاكلني انا بعد ما هقوم من النوم بعد كده، عندي صوابع ايدي ورجلي. خد على نفسك. اطمن على نفسي بعد كده لما اصحى من النوم. الف هنا وشفا يا حسن. اسف يا حسن. الف هنا وشفا. تدوق؟ لما اكل لا انا طعمه خطير يا لهوي عالمي. الف هنا وشفا. انا هاكل مره واحده، انا واقع، انا واقع، فانا هحتاج ان انا اقلع الجاكيت واقعد واربع واشمر هدومي. ربنا معاك. لو لقيت الاكل بقى بتعلق بنتي. وصلت البيت الحمد لله، طبعا باين على وشي وعلى عينيا ان انا خلاص خلصان وتعبان جدا الحمد لله. بصوا اصلا ورا طبعا الحاجات دي كلها الاكسسوري وكل حاجه ممكن نكون بنستخدمها ان شاء الله في الفرح، فحاجات كتير. فالحمد لله اليوم خلص واحنا خلصنا كل حاجه حصل عشان افرح ابويا وامي واقول لهم احنا عملنا ايه. فان شاء الله لينا يوم تاني بقى هنروح طبعا الاماكن اللي احنا جبنا منها الدريسات والبدل والحاجات دي عشان خاطر نعمل بروفة بقى اخيرة، نشوف الحاجة اللي احنا خدناها ونستلم حاجتنا الكلام ده كله. تحسوا ان انا بهنج او بقطع في الكلام وحاجات كده، بس انا فعلا تعبت اليوم كان متعب قوي، بس الحمد لله انا مبسوط ان احنا خلصنا كل حاجة. يعني انا ما كنتش متوقع بصراحة ان احنا ممكن نخلص كل حاجة النهاردة بالنسبة للاكسسوري والبدل والفساتين وكل حاجة، لان احنا فعلا الموضوع كان صعب. احنا جايبين 3 فساتين و3 بدل، فالموضوع كان وقت طويل قوي، شفنا حاجات كتير والاذواق دخلت في بعض، بقينا نشوف ده ونشوف ده ونشوف ده، فبقينا محتارين. بس الحمد لله احنا عملنا احلى حاجه وجبنا احسن حاجه، وان شاء الله هتبقى ذكرى حلوه قوي في حياتنا ان شاء الله، هنفضل نعيش ونفتكرها مع الوقت ومع الزمن، ولما نبقى كبار عواجيز يا رب يدينا طولة العمر هنفضل بنتفرج على الفيديو بتاع الفرح ونفضل نفتكر كل اللحظات الجميله اللي احنا عشناها مع بعض دي. فالحمد لله كده انا مبسوط وراضي جدا. هدخل بقى عشان افرح ابويا وامي، لان هم طول اليوم وكل شويه يتصلوا، ها طمني عملت ايه، وخطيبتك عملت ايه، خلصت حاجتها ولا لا، وجبتك حاجتك انت كمان ولا لا، والكلام ده كله. فكده كله تمام والحمد لله قوي على كده. يلا بينا ننزل في العربيه، يلا بينا. خلاص انا انفصلت، بقيت ماشي بعرج، رجلي جوه الكوتشي، صباعي بقى عامل كده. للاسف انا لقيت البيت كله نايم، اللي هو يعني محدش صاحي غير يوسف ورماس، يوسف ورماس بس اللي صاحيين، فجابوا لي النوم. والله انا كان عندي نشاط ان انا اظبط الدولاب ده كله، الدولاب ده برضه كنت عايز ابتدي اظبط هدومي كده اشوف لو في حاجه. ايه انت عارفين بقى البيت بقى، بصوا عامل ازاي، يعني الاوضه بتاعتي بقت مقرفه، انا عمري ما عشت في اوضه بالمنظر ده كده، اللي هو انا عمري الكرسي بتاعي ده مكان كده. الحمد لله الحمد لله. بصوا اهمال، انا بقيت البس وارمي، البس وارمي، اطلع من الدولاب اخد وارمي. فخلاص بص، هو دلوقتي انت تصبح على خير عشان انا دلوقتي يا دوب انام عشان اصحى الصبح بدري ان شاء الله اشوف ايه اللي هيبقى ورايا، علشان انا مش هقدر ان انا افتح عيني 10 دقايق كمان. يعني انا دلوقتي الود ودي ان انا انام بالكوتشي عشان خلاص كده وبس كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ونكون قدرنا ان احنا نعيشكم معانا يومنا بالكامل، ويبقى يوم حلو كده، وتبقى انتوا فرحانين ومبسوطين معانا، وان شاء الله الفتره الجايه كلها تبقى حلوه وخلاص.
ايام وحياتنا كلها هتتغير، وهيبقى في حاجات جديدة وحاجات حلوة. ربنا يسهل نبتدي بقى نفكر في شهر العسل هنقضيه فين وهنعمل ايه والحاجات دي كلها ان شاء الله. بس احنا بناخدها سلمة سلمة، نخلص من السلمة الاولى نطلع على السلمة التانية وهكذا. فان شاء الله خير والحمد لله على كل اللي ربنا بيديهولنا ده واللي بيحققهولنا وبيعملنا كل اللي احنا نفسنا فيه. فاشوف وشكوا على خير، ومع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. الله في استفندينا، صدق والله كان نفسي فيه بس كسلت اقف على الطريق اجيب. يلا سلام عليكم.